على هامش زيارته لجمهورية التشيك، الطيراني يؤكد على وجوب تدخل مجلس الأمن في سوريا. دمشق صافي الشبكات في الميدان. منعطف جديد في الأزمة السورية باشتباكات هي الأعنف في دمشق. ارتفاع كبير على درجات الحرارة نهاية الأسبوع وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس. تمام السابعة والنصف من قناة رؤيا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد رئيس الوزراء فايز الطيراوني أن الحوار لم يعد حلا للأزمة السورية وأن على مجلس الأمن التدخل. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن الطيراوني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية التشيك قوله إن من المستحيل اليوم تسوية الأزمة السورية عبر الحوار، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن الحديث عن الحل السياسي لا زال قائما بشرط وقف إراقة الدماء في الدرجة الأولى. وفي الشأن السوري أيضا نقلت قناة الدنيا الفضائية عن اللواء رستم غزالي نفيه ما تناقلته وسائل إعلام عن هروبه وشقيقته وزوجته إلى الأردن. وكانت قناة العربية نقلت عن مصادر في المعارضة السورية قولها إن عددا من أفراد أسرة اللواء غزالي موجودون في أحد مراكز إيواء اللاجئين بعد وصولهم إلى الأردن. ويعتبر رستم غزالي واحدا من القيادات السورية التي توصف بأنها ضمن الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد. غزالي المولود في درعا عام 53 شغل عددا من المناصب الأمنية، وكان له دور مهم في الوجود السوري في لبنان، حيث كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية آنذاك. عام 2005 تم تجميد أرصدة غزالي في الخارج من قبل الولايات المتحدة، وفي ذات العام استجوب على خلفية ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. كلفه الرئيس بشار الأسد في بداية الثورة السورية وخروج مظاهرات درعا بالتفاوض مع الأهالي هناك على اعتبار أنه درعاوي الأصل. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي شهدت فيه دمشق على مدار يومين أعنف اشتباكات منذ بدء الاحتجاجات في سوريا. وعلى الصعيد السياسي، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالمبعوث الأممي كوفي أنان في موسكو اليوم لبحث آخر التطورات على الساحة السورية. دمشق صافي اشتباكات في حين ميدان. 16/7/2012 هذه دمشق فجر اليوم تخلع رائحة الياسمين وترتدي رائحة البارود وتصحو على اشتباكات يخوضها الجيش السوري مع الجيش الحر. اشتباكات هي الأعنف في العاصمة منذ بدء الأزمة السورية قبل نحو عام ونصف، وفي تفاصيل الأيام السورية يبدو المشهد ثابتا بين الدم وأشلاء الجثث، صور الأطفال والنساء، الجوع والقتل والدمار، وما خفي كان أعظم. قوات سورية مدعومة بعربات مدرعة تدخل إلى حي الميدان وسط العاصمة لطرد المعارضة المسلحة التي سيطرت على مناطق قريبة من مؤسسات رئيسية للدولة بحسب ناشطين. مواقع سورية نقلت عن ناشطين أيضا أنباء حول اشتباكات عنيفة اندلعت لليوم الثاني على التوالي في أحياء الزاهرة والتضامن والصناعة والميدان ونهر عيشة وكفر سوسة والقزاز. حي الميدان 16/7/2012 تدمير سيارة من العصابات الأسدية واحتراق كل من فيها. وبالتزامن مع التطورات الميدانية في دمشق، جددت موسكو دعمها المطلق للرئيس السوري بشار الأسد،
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وعشية لقائه المبعوث الدولي كوفي أنان، أكد معارضة بلاده لمشروع قرار يناقشه مجلس الأمن بشأن تمديد مهمة المراقبة في سوريا، والذي يتضمن تهديدا بفرض عقوبات. عقوبات اعتبر الوزير الروسي أنها تنطوي على قدر من الابتزاز لدمشق. مشهد يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، تنحدر معه البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية كما وصفته منظمة الصليب الأحمر. استمرارا للجهود الدولية لمكافحة الفساد واسترداد للأموال المتحصلة عنه، تعقد في عمان أعمال المؤتمر السنوي الدولي الثالث لضباط ارتباط قاعدة بيانات جهات الاتصال العالمية حول الفساد، والتي أطلقها الانتربول الدولي بالتعاون مع مبادرة ستار، بهدف إنشاء شبكة عالمية تضم خبراء متخصصين بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المتحصلة عنه. المؤتمر الذي يستمر 3 أيام بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومشاركة ما يزيد عن 50 دولة، يهدف إلى توفير فرصة الجمع بين مختلف جهات الاتصال لمناقشة التقدم المحرز على الشبكة، ليصار إلى تحديثها بما يضمن فاعليتها. طبعا هذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي الثالث لنقاط الاتصال، وهو طبعا مؤتمر معني بخلق وتفعيل شبكة دولية لغايات استخدامها من أجل تبادل المعلومات الخاصة بقضايا الفساد، وبالذات تلك المتعلقة في استرداد الأموال المتحصلات الفساد. كما هو معروف للجميع، فغالبا ما يتم تهريب الأموال التي يتم الحصول عليها من جراء أفعال الفساد إلى دول أو إلى أماكن تعتبر آمنة نوعا ما بالنسبة للفاسدين، وهذه المبادرة هذه الشبكة الدولية ستكون معنية بالكشف عن حركة هذه الأموال من خلال تبادل المعلومات بين مختلف ضباط الاتصال المعينين من الدول المشاركة في هذه الدولة. وزارة التربية والتعليم طرحت على موقعها الإلكتروني سؤالا استفتت فيه أولياء الأمور والطلبة حول الوقت المناسب لإعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة خلال شهر رمضان المبارك. هذه الخطوة جاءت حرصا من الوزارة على توفير الوقت والجهد على الطلبة وذويهم، وتأكيدا منها على أهمية مشاركة ذوي العلاقة في القرارات التربوية. السؤال على الموقع كان: أيهما أفضل، إعلان النتائج قبل الإفطار أو بعده؟ وعادة ما يصاحب إعلان نتائج التوجيه احتفالات ومواكب سيارات تجوب الشوارع، مما يتسبب في أزمة خانقة ووقوع العديد من الحوادث المؤسفة. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، اتخذت أمانة عمان الكبرى مجموعة من الخطط لتسهيل حركة الركاب خلال الشهر الفضيل. أبرز ما تضمنته الخطة تمديد ساعات عمل حافلات النقل العام على الخطوط الرئيسية في العاصمة طيلة أيام الشهر الفضيل حتى 12 ليلا، وتعزيز المجمعات بالمفتشين والمراقبين خاصة في فترة الحركة المسائية ولغاية ما بعد فترة الإفطار. وللحديث أكثر عن هذه الخطة معنا على الهاتف مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان المهندس عبد الرحيم الوريكات. مهندس عبد الرحيم، بالإضافة إلى ما ذكرناه في الخبر، كيف ستعمل الأمانة على الحد من الازدحامات خلال شهر رمضان المبارك؟ مساء الخير لكافة أخو مشاهدين. حقيقة يعني وإحنا أبواب شهر رمضان الفضيل، كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب الأردني بخير، كل عام وسيد البلاد بألف خير. أمانة عمان الكبرى دائما خلال شهر رمضان المبارك لها خطط، يعني هاي العام والأعوام السابقة، سواء كنت متعلقة بالنقل العام أو المتعلقة بالنواحي المرورية. ممكن ذكرتي أهم المحاور الرئيسية لخطة النقل العام، واللي خاصة أنه مع طول النهار والفترات المسائية الغايات
مواقع الخدمات ومواقع التسوق ومواقع الترفيه. ارتئينا أن يكون على المحاور الرئيسية للنقل العام اللي ذكرتيها أن يكون هناك تمديد ما بين كعادة هو الساعة 10 ليلا إنه لغاية منتصف الليل الساعة 12 ليلا. المواضيع الأخرى المتعلقة بالازدحامات المرورية اللي ذكرتيها أختي الكريمة، أمانة عمان الكبرى يعني أمين عمان منصب حيم الكيلاني أطلق مع إخواننا في إدارة السير حملة أنت المسؤول، حملة توعوية وهي مستمرة قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، اللي يعني توجيه إخواننا السائقين مستخدمي وسائل النقل سواء كانت تلك الخاصة أم تلك العمومية يعني بالتحذيرات أو بعض التوجيهات المتعلقة بالسلوكيات الخاطئة. نعم مهندس عبد الرحيم، مهندس عبد الرحيم، هناك عدد كبير من المخالفات ترتكب خلال الشهر الفضيل أحيانا جراء السرعة وأحيانا عدم إكمال الباصات لخطوطها، هل هناك جزء رقابي في خطة الأمانة؟ نعم هذا اللي ذكرته، يعني كنا أنا حكيت أنه الخطة اللي أطلقت الخطة الأخرى اللي خطة أنت المسؤول متعلقة بالنواحي المرورية وسلامة المرور على الطرق، واللي هدف الرئيسي معالجة الازدحامات المرورية في عمان، كانت بمشاركة فعلية ما بين أمانة عمان وما بين إخواننا في إدارة السير لتلافي هاي اللي هي المخالفات، أنا سميتها الأخطاء والسلوكيات الخاطئة والتصرفات للسائقين خلال شهر رمضان وغير رمضان، مثل تعرفي مواكب الخريجين بالأيام هاي ما متعلق بالوقوف المزدوج اللي بعطل حوالي 50% من حركة السير خاصة على الطرق اللي تكون ثنائية المسارب، الأمور المتعلقة بالسلامة المرور، ما يتعلق بالسرعات اللي أختي ذكرتيها، ما يتعلق باستخدام حزام الأمان، المسارب وتجاوزات، كل هاي الأمور في تنسيق مشترك دائم ما بينه وما بين إخواننا في السير بهذا الموضوع خلال هذا الشهر، ويمكن الهدف الرئيسي منها هو عملية توعوية أكثر ما يكون عقابية كمخالفة. ما يتعلق بالنقل العام أيضا في عندنا يعني بعض المجموعات المشتركة وخاصة ما بين إخواننا في المباحث المرورية الشرطة السرية للمخالفات اللي احنا تردنا من إخواننا المواطنين ونعرف مواقعها وبعض الخطوط اللي تكون عليها، وإن شاء الله راح يكون هناك في لها رقابة دائمة. احنا الهدف الرئيسي اللي نتمناه من إخواننا المستخدمين يعني السيارات بغض النظر كانت سيارات بالصفة الخصوصية أو بالصفة العمومية هو الالتزام بال يعني القواعد وأنظمة المرور المتعلقة، لأنه يمكن بعض الأوقات لا يتوقع أن يكون هذا الخطأ له هذا التأثير الضخم من عملية. نعم مدير دائرة عمليات النقل في الأمانة المهندس عبد الرحيم لوريكات، شكرا جزيلا لك. في تصريح خاص لقناة رؤيا قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في عمان المهندس محمود العقرباوي إنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن التعليمات والشروط الخاصة التي تسمح لسكان المخيمات ببناء 3 طوابق بدلا من طابقين في الوحدة السكنية الواحدة، وذلك في إجراء لحل مشكلة الاكتظاظ السكاني وضيق المكان في المخيمات. كاميرا رؤيا رصدت لنا آراء عدد من قاطني المخيمات. أكيد إحنا داخل المخيم يعني في ناس بدها تضطر تبني 3 طوابق، حتى إذا بصح له يبني 4 ونط على دار جيران ويأخذ طابق من عندهم ما في عنده مانع، اللي عنده 4-5 أولاد بده يجوزهم، ما أنت شايف الأجرات غالية والبنى برا كتير بكلف. والله هو قرار ممتاز والناس بحاجة يعني تبني فوق، بس في اقتضاض سكاني كبير ممكن يضايق عليهم كمان يعني. طبعا هذا إشي ممتاز كمخيم وحدات كاكتظاظ سكان والعالم والسكان ما بقدروا انهم يطلعوا برا يبنوا وهيك، ولازم يكون طابق ثاني وثالث ورابع وخامس عشان يستوعب هذا الهم الآن. اهلا بكم من جديد. تتأثر المملكة بموجة جوية حارة أشد من سابقتها خلال الأيام 3 المقبلة، وتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة من 6 إلى 9 درجات مئوية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. موجة حارة خلال الأيام 3 المقبلة، تلك هي آخر المعطيات الجوية التي أشارت إليها آخر التنبؤات.
تقترب طبعا من المملكة اعتبارا من نهار يوم غدا الثلاثاء كتلة هوائية توصف بأنها شديدة الحرارة، هي مندفعة من صحراء الجزيرة العربية مترافقة مع ما يسمى بامتداد للمنخفض الجوي الهندي الموسمي. طبعا درجات الحرارة والموج الحارة تبدأ بالتأثير اعتبارا من نهار يوم الثلاثاء، درجة الحرارة تصل في العاصمة عمان إلى حدود ما بين 38 و 39 درجة مئوية، ولكن تشتد هذه الموجة الحارة بشكل كبير الأربعاء والخميس تصل إلى حدود 40 درجة مئوية في العديد من المناطق وربما حتى أكثر من 40 درجة مئوية حتى في العاصمة عمان. الموجة ستعبر البلاد ابتداء من يومي الأربعاء والخميس لتسجل درجات الحرارة في كثير من الأماكن 40 درجة مئوية وتبلغ ذروتها بنحو 50 درجة في بعض الأماكن كالأغوار والبحر الميت. طبعا التعرض مباشر لأشعة الشمس راح يكون من ساعات الصباح الباكر وحتى مغيب الشمس، وبالأخص في منطقة يعني بالأخص تحذير استثنائي بنعطيه لمناطق الأغوار والبحر الميت. وبشكل أساسي أيضا العمال بيكونوا في الشوارع بتعرض أشعة الشمس لفترات طويلة، وبنحذر الأهالي تحذير كثير ضروري أيضا من عدم ترك أطفالهم داخل السيارات والمغادرة حتى لو كان مشوار قصير، هذا الإشي كثير خطير وصارت معنا حوادث كثير صدفناها في الموجات السابقة. حرارة مرتفعة تحتم حسب المختصين على المواطنين تغيير بعض سلوكياتهم باتباع نصائح تتلخص بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، علاوة على الإكثار من شرب السوائل والمرطبات. درجات الحرارة عالية غير متوقعة، وبالتالي يعني بدها ترتيبات ويعني يكون في استعدادات عند الناس حتى انه يواجهوا حملة الحر هذه الموجودة. والله احنا كنا نتعامل بالشمس الكونديشن كنا نشغله، بس هلا مع رفعة البنزين بطلنا نشغل الكونديشن لانه صار مصروفه زيادة علينا. والله الراصدون أشاروا إلى أن الانحسار التدريجي لهذه الكتلة الهوائية الموسمية سيبدأ اعتبارا من نهار يوم الجمعة القادم، والله تعالى أعلم. يزن الرماوي، قناة رؤيا. مراسل رؤيا في الشمال ضرار غنام أفاد بأن عددا من أبناء لواء الرمسة وناشطين اعتصموا اليوم أمام مبنى التنفيذ القضائي في إربد ثم انتقلوا إلى مديرية شرطة إربد احتجاجا على التعميم الذي أصدرته لجنة التحقيق المكلفة بتتبع المشتبه بهم في قضية حرق مشروع المفاعل النووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الخميس الماضي. التعميم شمل 16 شخصا مشتبها بقيامه بتحطيم ممتلكات المشروع وأرقام لوحات 50 مركبة كانت تقل نحو 200 شخص شاركوا بأعمال التخريب والسرقة حسب مصدر أمني. نحن نطالب بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها، كون القانون مع أصحاب الأراضي، كون الحكومة خالفت القانون والدستور الأردني الذي يخص الاستملاك. أما موضوع ما حصل بالمفاعل النووي فنحن كأصحاب أراضي ليس لنا أي علاقة بهذا الموضوع، ونحن ذهبنا إلى هذه الشركة يوم الثلاثاء الماضي وقلنا لهم بالحرف الواحد أن مجلس النواب قد قام بإيقاف بناء على التصويت في مجلس النواب وقد فاز بالأغلبية بإيقاف المفاعل النووي على أرض على الأرض المستملكة لصالح الجامعة، وبناء عليه قمنا نحن كأصحاب هذه الأراضي ممثلين لإثنى عشر عشيرة وقابلنا مدير الشركة وطلبنا منه تنفيذ مطلب الناس وهو ومطلب ممثلي الشعب وهم مجلس النواب بإيقاف العمل. فوجئنا أن هناك ثلاث جرافات تعمل على الأرض وقد ضربوا عرض الحائط بما أقره مجلس النواب. بتنظيم من نقابة المهندسين الزراعيين وجمعية التمور الأردنية افتتح اليوم معرض التمور السابع في مجمع النقابات المهنية. المعرض يأتي لإبراز المنتج الوطني ودعم المزارع الأردني من خلال مشاركة العشرات من الجهات والشركات المحلية من مزارعي التمور وتجارها في الأردن، حيث عرضوا أنواعا عديدة من التمر الأردني الذي غزا الأسواق العربية في السنوات الأخيرة. ويستمر المعرض حتى 19 من الشهر الجاري حيث يتم البيع مباشرة للزبائن.
أدخلنا مفهوم يعني الاهتمام بالتمر وأنه يكون أحد الأطباق الرئيسية على موائد الإفطار، وبالتالي يعني اخترنا وقت مناسب قبل شهر رمضان الفضيل بثلاث أربع أيام، وهذا يعني الحمد لله رب العالمين إقبال المواطنين على التزود بالكميات اللازمة خلال الشهر الفضيل خلال ثلاث أربع أيام أكبر دليل على نجاح هذا المعرض وفكرة هذا المعرض. والتمر الأردني تمر مميز بكل فخر واعتزاز، والتمر الموجود في المعرض هو تمر أردني بحت. النخيل كان يأتي كهدايا من الخارج إلى الأردن، أنواع مختلفة، أنواع جيدة وأنواع غير جيدة، ولكن عندما بدأنا بزراعة النخيل جديا سنة 2000، في 2000 كان في الأردن فقط 400 دونم، 4000 دونم فقط، حاليا 26000 دونم من بين 2000 لغاية الآن. وأنشأنا جمعية التمور وأنا كنت رئيسة لأول خمس سنوات، أكدنا أن نركز على نوع واحد فقط وهو نوع المجهول والبرحي. في ختام النشرة إليكم التذكير بأبرز العناوين. على هامش زيارته لجمهورية تشيك، الطراوني يؤكد على وجوب تدخل مجلس الأمن في سوريا. دمشق، أصوات الاشتباكات الحين ميدان. منعطف جديد في الأزمة السورية باشتباكات هي الأعنف في دمشق. ارتفاع كبير على درجات الحرارة نهاية الأسبوع وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس. بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. تشاهدون بعد قليل نشرة جديدة من برنامج نبض البلد بعنوان خيارات الحكومة في التعامل مع مقاطعة الانتخابات المقبلة. بأمان الله.